موضوع جوازات السفر، الموضوع القديم الجديد المتجدد، رغم الوعود ورغم التصريحات ورغم كل شيء يتعلق بما تقوله وزارة الداخلية بأنها الموضوع خارج عن إرادتها، عدم توفر جوازات السفر بالشكل الطبيعي أو الشكل المعتاد أو الشكل المطلوب والمقبول من قبل السوريين، تعذر توفر هذا الأمر بهذا الشكل، تقول وزارة الداخلية أنه خارج عن إرادتها. كانت تعطى مواعيد خلال الفترة الماضية، ولكن كل مرة كانت هذه المواعيد نظرا أيضا للظروف الخارجة عن الإرادة، كانت هذه المواعيد لا تكون دقيقة. جديدها ما صرح به السيد وزير الداخلية عند افتتاح مركز الهجرة والجوازات الجديد، مركز الإدارة العامة، صرح بأنه هذا الأمر في طريقه إلى الحل وبشكل متتالي، وأن التوريدات هي أفضل مما كانت عليه، ونتحدث عن الجوازات الخام، يعني اللوازم طباعة جواز السفر، وخاصة فيما يخص السوريين في الخارج. وقال أنه زودت وزارة الداخلية، زودت وزارة الخارجية بالقنصليات والسفارات الموجودة في الخارج، زودتهم بكمية كافية من جوازات السفر، ومع ذلك هناك من يشتكي من السوريين بأنه الشروط الموضوعة للحصول على جواز سفر ربما تكون أيسر، ولكنها بالتأكيد ليست مثالية، وما زال هناك عصة في هذا الموضوع. قد يرى أي مواطن في سوريا داخل سوريا أنه هذا الأمر هو يرتبط بظروف خاصة أو بظروف صعبة وخارجة عن الإرادة، ولكن السوري في الخارج لديه التزامات، لديه أمور تتعلق بإقامة، تتعلق بالكثير من التفاصيل التي ربما المواطن السوري في الداخل يعني غير ملتزم بها كثيرا، ولا تعنيه أو لا تهمه هذا الاهتمام الكبير كحال السوريين في الخارج بالحصول على جوازات سفر، رغم قولنا دائما أنه من حق المواطن السوري، ومن دون أن يشرح الأسباب ومن دون أن يوضح الأسباب ومن دون أن يقول لأي أحد لماذا يريد جواز سفر، من حقه أن يحصل على جواز سفر، هذا حق، ولكن دائما نقول هناك ظروف هي أقوى وأقسى من كل إرادة ربما موجودة لدى أي جهة حكومية في سوريا. حول هذا الموضوع أسمع معاناة وشكوى من أحد المواطنين السوريين، السيد علي من الكويت، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا ومرحبا سيد علي الصالح، تفضل. أول شيء احنا نشكركم على تواصلكم معنا واهتمامكم بمعاناتنا ومعاناة المغتربين في كل الدول. نعم. وخاصة في دولة الكويت الشقيقة، بلدنا الثاني، بلد الخير والكرم والعطاء، وطننا الثاني بعد مصر ورؤوسنا في سوريا الحبيبة. نعم. واقعكم شو هو اليوم أخ علي؟ واقع الحصول على جوازات السفر، واقع الحصول على جوازات السفر اليوم؟ واقع الحصول على الجوازات أصبحت شغل شاغل للمغترب في الكويت وأعتقد في معظم الدول. الجواز يتأخر، وهذا التأخير يؤثر على المغترب على الإقامة، وخاصة أن الإقامة مرتبطة بالجواز وبصلاحية الجواز. يعني تصور شخص عنده جواز في سنة إلا يوم ما يعطونه إقامة، هذا قانون بلد، وإحنا موجودين في بلد نحترم قوانينه، وأكثر المغتربين يعانون نفس المعاناة. نعم طبعا. مواعيد إصدار الجواز طويلة جدا، علما أن تكلفة الجواز السوري يعني من يمكن رقم واحد بجوازات الدول كلها، والمدة قصيرة، يعني في دول الجواز صلاحيته 10 سنين وعشرين سنة. احنا ليش مثلا وزارة الداخلية او الجهات المعنية ما تزيد المدة وتاخذ رسوم زيادة، او تحط صفحة تمديد في الجواز نفسه وتاخذ عليه رسوم كأنه مصدر جواز جديد؟ نعم. احنا نشكر الاخوان بالسفارة مو مقصرين، ولكن هاي الامور ما هم حيصير يتصرفون فيها. نعم. يعني يرجعون لكم هناك في الخارجية وفي الداخلية. هلا طبعا نحن يعني سابقا تواصلنا مع السفارة السورية في الكويت واوضحوا لنا الاسباب، يعني مثل ما تفضلت حضرتك أنه الأمر خارج عن إرادة أي سفارة من السفارات السورية الموجودة في الخارج، والموضوع يعني فيه صعوبة، ولكن دائما كنا نسأل بكل فترة أنه ما تحلحلت الأمور، ما صارت أفضل، ما لمس المواطن السوري أنه الأمور أصبحت أيسر ولا شو؟ يعني أستاذ الأمور أيسر عن المواعيد، صار الواحد يروح السفارة بدون موعد يقدم على جواز سفر، ولكن ما زالت المعاناة بطول المدة للحصول على الجواز. وفي موضوع مهم اتمنى انه يصل للجميع، موضوع انه اليوم السفاره ما لها ابلكيشن خاص فيها او تطبيق خاص للسفاره،
اليوم انا احجز موعد بالسفاره ينتشر اسمي في الفيسبوك يشوفونه كل العالم. يعني تصور انه انا بدفع بدل لابني يعلن عنه بالفيسبوك، كل الناس تشوف انه فلان من الناس دفع بدل لابنه. يعني مفارقات او شيء مضحك انه احد الاشخاص يدفع بدل يتصل فيه شخص ثاني يقول له انت ليش تدفع بدل وانا لي مبلغ مالي عليك، ليش ما سددت الديون؟ كل السفارات، كل الادارات بالكويت، كل الجهات الحكوميه عندها تفصيل. يحط اسم مستخدم وكلمه سر يعني يوزر نيم وباسورد ويدخل عليه يحجز موعده ويتعامل بخصوصيه مع نعم يعني انت تطالب انه يكون في خصوصيه، انه ما تعلن الامور على الملأ يعني على الفيسبوك، نوع المعامله التي يراجع فيها الشخص السفاره. يراجع بتطبيق معين وتكون المراسلات على تليفونه، تجيه المسجات على تليفونه، مو يعلن امام الملأ كله انه فلان من الناس عنده موعد اليوم. يمكن واحد يعني لا تواخذني بالكلام، يمكن يبي يخلق معاه مشكله، ينتظروا عند السفاره لانه يعرف موعده اليوم بيجي على السفاره. نعم. يعني ما في خصوصيه بالتعامل. شخص يتقدم على جواز تعلن اسمه بالفيسبوك تشوفه كل العالم، او شخص يدفع بدل لابنه تعلن اسمه بالفيسبوك يشوفونه كل الناس، ليش ما في تطبيق؟ شنو تكلفه التطبيق؟ جواز واحد يسوي كذا تطبيق، رسوم جواز واحد يسوي كذا تطبيق. والتطبيق موجود في كل السفارات وكل الادارات بالكويت. نعم، شكرك جزيل الشكر سيد علي صالح من أبناء الجالية السورية في الكويت، كنت معي عبر الهاتف، وسننقل هذه الشكوى بشقيها، الشق الأول فيما يخص جوازات السفر، والشق الثاني طبعا نتحدث نحن أيضا على العموم، نتحدث بأيضا الموضوع الثاني الذي تفضلت به، شكرا جزيلا لك.